راني هنا. السلام عليكم الرئيس. اليوم والله العظيم كي كنت جاي اليوم تفكرت في قبل ما ندير المداخله تاعي تاع التقاعد هذا النسبي. اليوم جاي تفكرت واحد الشيخ مسكين حكى لي واحد القصه في التسعينات هذو، كي تروح مقصر البخاري الجزائر العاصمه تركب في الحافله يجي واحد الكابيتان كانت مؤسسه عسكريه يقول لك النساء يقعدوا والرجال يهبطوا. يهبط هذاك الشيخ دوزيام فوا تروا برواقيه المديه كي الحق تقلق، قال له الخطره والله يقول لي يهبط ولا ما تهبط. ما نسى وقعد، كي نسى ما نسى قالوا راني نقول لك نسى يقعدوا رجال، قال لك تشوفين رجال ولا رانا كي نسى يجوا الارهابيين يحبطونا تجوا انتم تهبطونا. هكذاك العامل اليوم، العامل هذا مسكين في 97 لا فامي فرضت عليكم ضربوا لكم الصفاره من هي، بديتوا تخرجوا في الاعوان هذوك تاع البلد الحرس البلدي اداو كوتيزاسيون تاع الناس واخد اخرين. ما كاش حارس بلدي يخدم 20 سنه ما كانش، واحد خدم عام عامين دا كوتيزاسيون تاع الناس واخد اخرين خدمها كاع. هذه كيفاش تكون كما يقول الانسان؟ تشوف المؤسسات الاقتصاديه خرجتهم ب 500000 500000 مساكن خرجوا روتريتي في 97 يطلب مسكين يطلب. اليوم كيما هكذا كيما قال لي هكذا هكذاك مسكين هكذا. هذا العامل هذا مسكين في 97 قلت له اخرج، واليوم تقول له اقعد. يسمى كيفاه يديروا له اسم المواطن رجع يديروا كيما تاع يدير العجار مسكين كيما هكذا يبقى يقولوا له احبط اطلع احبط اطلع احبط اطلع. هذا هو لازم يدير العجار دوك. الالغاء التقاعد النسبي هذا لازم نعرفوا الاسباب، الاسباب هذه اللي داتو. كاين صحاب تاع الاكسبيريونس وكاين تاع التجربه وكاين تاع الناس تاع المعرفه. دوك صحاب التجربه تاع الاكسبيريونس ما تفهموا مع صحاب الجامعه، باسكو تاع الجامعه هو يجي شيف سيرفيس ولا يكون مدير تاعه ولا كذا، يقول لك هذاك التقاعد انا نخلص في زملين وميتين وجاني هذا الدراري هذو ولا يحكم فيه انا نروح ندير التقاعد تاعي ونروح نخدم على روحي خير. حنا رانا نشوفوا باللي المخطط تاع الحكومه في 2014 صدقنا عليه من مصر تجا في مصر تجا باللي هذا البرنامج باللي محمد باه نصادقوا عليه ولا عمر ما قلنا راكم خرجتوا حاجه جديده. وكي نشوف سي الوزير يقول لهم اسمعوا اللي خلصت له الكونترا يروح لدارو. يا معالي الوزير راك خدام عند الشعب، مش راك خدام الشعب هذا مش خدام عندك انت، راك تحت اشراف هذا الشعب بالامور. انا كي شفت هذاك مدير تاع لانيم يا عجبه وراه يقول لك صناديق انتم تروحوا هذوك المؤسسات على بالك باللي واحد في اطار في المؤسسه تاعو هذوك تاع لانيم وتاع كذا على بالك باللي يخلص كيما تاع سونطراك كيش قال لي يخلص كيما هما. انا راني خرجت في المطار لقيت مؤسسه هذوك تاع لانيم كذا قال لي رانا رايحين للخارج واش ديروا انتم؟ قال لي راح نديروا التجربه الدنماركيه كي عادل امام. سيدي انت واش دير لانيم؟ مالا راكم ديروا الدخل دائما البيرو تاعكم فيهم الفوضى، رجعت دير التجربه الدنماركيه تاعو شنو؟ ما فهمتش انا هذه رئيس المؤسسه يجي راحوا يجيبوا العلم من الخارج بيجيبوا الجزائر، هما اللي لانيم تاعهم دائما داخلين فيهم الفوضى والمشاكل ودعوا الشر. على واش هذه؟ انا ما فهمتش واش راح يجيب واش يجيبوا لنا جديد؟ ما واش راح يجيبوا لنا هذه؟ وسي معالي الوزير والله على بالك باللي وزير قال لك كيما واحد الوزير خرج في التقاعد قال لي احنا كي لحق ست شهور ونهار نقولوا داما في الواد باسكو ست شهور يخرج 100% تقاعد هو. انا عليه يقولوا لي التقاعد تاع الشعب راه في افلاس والصندوق تاع التقاعد تاع الاطارات الساميه راه في غنى. كيما ديك خضره الحفره طاحوا فيها غير الزوالي مسكين، انا قلت كيما يطيح فيها كاش واحد مسؤول ما طاحش فيها، طاح فيها غير تاع الحفره مسكين محقورتي يا جارتي. الاستثناء راكم رجعتوا قاعده عامه. كي تشوف السي الوزير هذا التسيير تاعو في الصناديق ما عرفش مام با كيفاه يسيرهم ولا يدير لهم ولا كيفاه. وراكم صرفتوا اموال للمؤسسات هذه صرفتهم بما لا تستاهل السفن. كيما يقول لك الانسان تاع لانيم هذو راهي جايتكم واحد الفئه، هذه الفئه هذه راهي اكثر من الفئه اللي راهي تاع برا هذه. هذوك تاع لانيم مسكن يخدم مسكين 7 سنين عنده كونترا انديترميني. يقعد 7 سنين كي يربح كاش كونكور يقولوا له ما نحسبولكش الاعوام اللي فاتوا. وهذاك ما عنده تقاعد مسكين هذا كيضرب 20 سنه هذو ما خممتوش فيه هذا مسكين يخلص 800000 ومليون ونص. احنا لازم نعرفوا الناس هذو لا حبوا يخرجوا اللي تخلصوا بزمان. انا كي شفت رئيس مدير العام تاع اتصال الجزائر عمال جاو شكاو لي قال جايب الزوجه تاعو تخدم يخلص فيها ب 15 مليون والقانون احنا نعرفوا باللي كذا. وزير كي يجي يبدل كاع البروتوكول كاع يزعكم كاع يلوحهم برا يجيب فئه وحده اخرين حتى العامل ما عندوش ثقه مع المسؤول تاعو خلاص راحت الهيبه تاعو. ما كان عرفت كيما قال الزميل تاعي قبيله في البرلمان القهوه احنا واش دخلنا في القهوه؟ كيف ما كاين رقابه هذا مو هذه تقولوها لنفوسكم هذه الرقابه هذه درنا تاع الطلبه راهم الطلبه راح يشك في الطريق دايرين حاله كش واحد راح يحاسبهم والله قال لهم واش راكم ديروا؟ وشكرا.